دلوقتي شتان نادي الجزيرة بينكر ان الكلام ده حصل عنده وعن طريقك هنا بينكر ان حصل. ايه راي حضرتك في حضرتك مجزرة القطط حصلت في نادي الجزيرة؟ الراجل اللي كان بيموت القطط مسكوه جوه نادي الجزيرة والناس اللي معاه من جوه نادي الجزيرة. انا المركز حضرتك اديك شايفه مركز كله في تطوير، مفيش قطة. اديك انت جيت ومشيت لغاية اما جيت لي هنا مفيش قطة قبلتك. انا ولا عندي قطط ولا عندي كلاب، الحمد لله رب العالمين، ما عنديش كلام خالص، ما حصلش خالص. حضرتك لو حصل هذا الكلام في بيته واللي بيت قطط، والله في الخدمات البيطرية بنفطرها، بتشوف القصة دي هتعملها ازاي؟ اللي دي روح، القطة دي روح. انا ما اقدرش، ده الواحد وهو ماشي بالعربيه بيشوف قطه بيقف، فازاي لا لا، الكلام ده انا ما عنديش مخبره كلاب هنا. نادي الجزيره فيه مخبره كلاب وقطط؟ انا ما عنديش مخبره كلاب. نادي الجزيره فيه مخبره كلاب؟ دي كلاب الاعداء. كلاب الاعداء اللي توفت بيدفنوها حضرتك. يعني دلوقتي بالنسبه لنادي الجزيره ليه بيرمي التهمه؟ ليه مش عندي؟ ما هو نادي الجزيره بيرمي التهمه عشان احنا فاكريننا ان احنا الفئه الضعيفه الغلبانه، فرق بين الاعضاء هنا والاعضاء هنا، هم فاكرين ان هم بيسموهم الصفوه، الصفوه صفوه المجتمع. وهنا مع احترامي لجميع اعضاء مركز شباب الجزيره، هم بيعتبروهم الفئه الضعيفه الغلبانه اللي ما حدش بيقدر يدافع عنها. لا، انما انا هنا موجود عشان ادافع عنهم عن حقوق. انا ما عنديش حاجه اسمها قطط، مخبره قطط ولا الكلام ده خالص. وانا بقول لحضرتك تاني وباكد تاني، الراجل اللي اتمسك جوه نادي الجزيره والناس اللي كانوا معاه اتمسكوا من جوه نادي الجزيره، ما اتمسكش في مركز شباب الجزيره خالص. مركز شباب الجزيره ما حضرتك بتشوفه اهو كله شغل على قدم وصيره. طيب استاذ كمان من فضلك، دلوقتي بيفرق ما بين حضرتك ما بين نادي الجزيره وبين المركز وسوق، ازاي القطط دي اتجمعت في المركز وما فيش قطط هنا خالص؟ يعني سؤال منطقي شويه. هتيجي ازاي؟ انا ارد على حضرتك. فعلا سؤالك صحيح جدا، اشمعنى هنا مفيش قطط وهناك في قطط؟ والسبب بسيط جدا، يعني ان النادي عنده صوت. بالظبط كلام حضرتك سليم جدا، ولكن الفرق بيننا وبين نادي الجزيره ان احنا الكافيتيريات اللي عندنا هنا مش كافيتيريات اكل، احنا كافيتيريات مشروبات، ساندوتش بسيط. لكن نادي الجزيره مليان مطاعم كبيره، في مطاعم مش قادر اسميها عشان ما يبقاش اعلان، مطاعم كبيره وفضلاتها بيرموها في الباك اريا بتاعت المطعم، فبالتالي كميات القطط لا حصر لها. خماسي جنس لاين، عندي 6 ملاعب كوره قانوني، 3 صناعي و3 طبيعي، عندي صاله جيم على احدث مستوى، عندي مجمع تنس على احدث مستوى، عندي مبنى سكواش وساونا على اعلى مستوى، عندي قاعه مؤتمرات على اعلى مستوى، عندي حمام سباحه تعليمي 25 16 ونص، عندي صاله العاب تعديل الافراد، عندي ملعب تنس، عندي مجمع تنس طاوله، عندي ملعب كره طايره، عندي ملعب باسكت، عندي ملعب هاند بول، عندي ملعب متعدد الاغراض، يعني حاجه، عندي فندق، عندي ملعب رئيسي بخلق ملابسه بدراجاته. يعني الفرقه اللي عايزه تيجي تعسكر مش هتلاقي اجمل من كده. قريه اولمبيه. انا بقى فاضي القطط وكلاب؟ مش فاضي، انا فاضي الكلام ده. انا عندي اعضاء لازم برضه اشوف طلباتهم ايه، اوفر لهم المكان اللي بيتقفل، اوفر لهم مكان يقعدوا فيه عشان برضه ما اقفلش المركز.
اشوف النشاط بتاعي شغال عشان اولياء الامور دول والاعضاء اللي عندي دول ما لهمش ذنب في اللي في حضرتك من الحاجات دي تشغل. والله انا كل ما اجي الاقي حاجه جديده يعني ممكن تظهر شوف مثلا 50-60% في شهر 12 في فبراير يا نوفمبر يا ديسمبر تلاقي الدنيا مالت قوي. 2014 اما الافتتاح 1/4/2015 انت عارف الجيش ما بيخش في حاجه ما شاء الله ما شايفينه بيخلص. هو ده اللي انا ببص له، هو ده الهدف.